انا هطبخ لك سالمون بالصويا صوص والجينجر والعسل وزيت الزيتون. حلو. بيستوي في ربع ساعة عشان هو بنعمل له مارينيت، بنسيبه في الثلاجة 4 ساعات مثلا او ممكن اكتر. اقطع لي ونادي البصل. هقطع لك البصل. فانا هنحطه دلوقتي، هنعمل الخلطه بتاعت الصوصز كلها، نحط في السالمون فيها. اوكي. وبس ذاتس ات. طيب تقول لنا الصوصز عباره عن ايه؟ اول حاجه بنجيب الصويا صوص، وفي الساسمي اويل اللي هو زيت السمسم، وبعدين ده العسل، و ده الفيش صوص، ممكن نحط شويه صغيرين. ولو مش متوفر الفيش صوص يا صابرين، عندك فكره نحط له ايه؟ ممكن ما نحطش، هو اهم حاجه زيت السمسم والصويا صوص، دول اهم حاجه. أوكي. والعسل والجنجر. بنحط الجنزبيل متقطع او متخرط، مش شرط يعني، ممكن يبقى صغير وممكن يبقى مبشور. مش... وبعدين بناخد معلقه، بنحط معلقتين عسل. اوكي. حط كده. خلي بالكوا كمان صابرين طباخه هايله. كل ما اروح لها بقى عامله كيكات في البيت، ونقعد بقى بعدين كل مره بتعمل بيكنج كويس قوي، صح صابرين؟ انا العيش ده حبيبي. على طول بتخبز عيش حلو قوي في البيت وكيكات، بس ما مش حاجات تانية، حاجات تانية لازم تبقى سهله. هو العيش الحاجه الوحيده اللي بحب اقضي فيها وقت يعني. المهم بنعمل ده كله مع بعض كويس جدا عشان العسل بيبقى تقيل. بنعمل الخلطه دي كلها كده مع بعض، تمام. وبعدين بنحط الصوص دي كده في البايركس بتاعنا على طول. وبعدين بنمسك السالمون بنحطه في الناحيه اللي هي مش على الجلد، الناحيه اللي هي فيها اللحمه كده. وده كده بنحطه كويس ياخد الصوص كده، وبعدين بغطيه ببلاستيك عشان بس ريحه الثلاجه، وحاطه جوه الثلاجه اسيبه شويه عشان يشرب الصوص، وبعدين بنطلعه ونحطه في الفرن، نحطه في البايركس. اوكي. طيب احنا بما ان احنا ما عندناش وقت نسيبه فيه، ممكن هنحط البصل، شويه بصل. ممكن نحط شويه دلوقتي وشويه بعدين. انا هعمل، فاحنا هناخد شويه دلوقتي هنحطهم عشان هيطعموا برده الصوص.